اعتداء بالضربة المبرح على شرطي المرور في تقاطع زهراء في الكوت مركز محافظة واسط. شهود عيان قالوا في تعليقاتهم إن السائق لم يمتثل لأمر التوقف الذي أصدره شرطي المرور بعد ارتكابه مخالفة مرورية، الأمر الذي أدى إلى أن يتطور الموضوع إلى ما سنشاهده وإياكم. إذن اعتداء من مواطن أو مواطنين على شرطي مرور، وهناك اعتداءات من شرطة مرور على مواطنين، ما يثبت أنه لا أمن في العراق للأسف. شرطي المرور الذي شاهدتموه قبل قليل هو ضحية لشخص ربما كان مسنودا من ميليشيا أو حزب، هذا ما قاله نشطاء عراقيون على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.